موجود في حديقة كرة القدم، هالحديقة اللي تضم مجموعة كبيرة من الفعاليات المصاحبة الموجودة، ويحق لكل الجماهير انها تتواجد فيها وتمارس جميع الالعاب اللي حاطينها طبعا هنا متواجدة. وهنا تحديات ما بين الجماهير من مختلف دول العالم، ومثل ما تشوفون هالزحمة الكبيرة كلها في هالحديقة. ايضا هناك العديد من المسابقات اللي ممكن تقام على مستوى كرة القدم، راح نتابع وياكم ادق التفاصيل، حياكم. شباب، الحارس الالكتروني ما قدرتوا تجيبون عليه هدف. والله ما في امل. ليش؟ ما هي مرتين بس شفناه يعني. حلوه تقضي وقتك فيها. حلوه واجواء حلوه صراحه، يعني ما تتعوض. هنا ما في امل تطفش نقول؟ والله مره ما في امل صراحه، فعاليات رائعه جدا. وكاس عالم كذا ما شاء الله تبارك الله. كاس عالم يعني صراحه لعبت التحديات غير الحارس الالكتروني؟ لا دحين دخلنا وعلى طول الحارس الالكتروني، بنشوف الفعاليات الثانيه ان شاء الله قدام. الحارس الالكتروني على طول. كونتوا فريق سعودي عشان تدخلون في تحدي مع لا والله لسه دوبنا جينا يعني. صحة عايشك؟ مبسوطين الحمد لله. الاجواء هنا مختلفة؟ لا هي مختلفة مش برشا، الحمد لله. احنا قاعدين اليوم نسخنوا المقابلة اللي عندنا، وهذا بوندو على الطاير هكا مباشر، على المباشر هدف، على المباشر. ان شاء الله تونس تمركي غدوة يوم السبت، ان شاء الله هدف ضد المنتخب البلجيكي. ان شاء الله معاكم. منطقة حلوة هنا تقضي وقتك؟ لا الحمد لله، هنا كل شيء متوفر. ما حسيناش بروحنا في بلاد مختلفة على العالم العربي، كل شيء متوفر الحمد لله. معناتها شيخنا بالباهي كما نقولوا بالتونسي، وقاعدين نعمل في كيف يعمل كيف. معناتها الفعاليات هنا مختلفة الصراحة، الواحد يقدر يقضي وقته. الفعاليات هنا بشكل تاني يعني، في فعاليات كتير الصراحة، والمكان شكله جميل. وش اللي يعجبك هنا؟ في ثقافات مختلفة كتير يعني، الواحد بيشوف كوميونيكيشنز غريبة يعني، في ثقافات جديدة وأماكن جديدة ومناظر جميلة. أحلام التواجد هنا أكيد مبسوطين، فعاليات واشياء جميله ما شاء الله، منظمين فعاليات هنا، لعب كوره في ملاعب هناك، وفروا كل شيء روسيا ما شاء الله. اكيد بصراحه في تحديات بينكم وبين الاجانب، لان هنا كل تكوين فرق على مستوى العالم، ان شاء الله الفريق السعودي مشرفنا. والله مشرف ان شاء الله.